ثرو باسز اتعمل في اثنين تسلل احتسبوا ضد النادي الاهلي، اثنين تسلل احتسبوا ضد النادي الاهلي. لو عندنا نقدر نجيب الصوره دي يا عاطف لو سمحت، او يا سمير تجيبوا لنا الصوره بتاعه التسلل، صوره بس للتسلل اللي هي منتشره على الفيسبوك، لو تقدروا تجيبوها لنا يا ريت. الكره مش تسلل، حتى كره علي معلول دي لاعب الباك ليفت بتاع شباب الثوره واقف على خط ال 18 وعلي قبل خط ال 18 بخطوتين وناصر بيعملها له اللي هي من تحت لفوق دي، ولو كان علي خدها كانت هتبقى ممكن ما كانتش تخش جون طبعا، ولكن انا بتكلم ان الحكم حسابها تسلل. والكره الثانيه بتاعت حسين الشحات ايضا واضحه جدا جدا ان هي مش تسلل. اذا الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي في هذه المباراه. كره واحده من دول كانت غيرت شكل المباراه وغيرت نتيجه المباراه. خدوا بال حضراتكم، لو كره حسين الشحات دي دخلت كانت هتبقى فرق كبير جدا لصالح النادي الاهلي. نفس الكلام بالنسبه لعلي معلول، الكره بتاعته لو كانت كملت ودخلت كانت هتبقى برضو لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. لكن النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي، وده بنشوفه عشان بس الناس اللي بتقعد تتكلم تقول لك كذا وكذا وكذا، لا، النادي الاهلي بيتعرض اهو لظلم تحكيمي واضح وبين والناس كلها شايفاه. الناس كلها شايفه ان الكورتين امبارح مش تسلل، ما فهمش اي تسلل امبارح. احنا لا نتحجج بشيء، احنا ما بنقولش ان احنا وصلنا للتوب فورم بتاعنا او لاقصى فورم لينا في النادي الاهلي، لا خالص، ولكن في حاجات برضو وانت وحش ممكن تكسب. على الرغم من النادي الاهلي بدايه من الدقيقه 60 تحديدا، والنادي الاهلي مختلف تماما. 60 دقيقه الساعه الاولانيه دي حاجه، والنص ساعه الاخيره دي حاجه تانية خالص. وحضراتكم يعني شفتوا اللي حصل امبارح في المباراه، والناس اللي اتفرجت على المباراه، الساعه الاولانيه النادي الاهلي عادي بيلعب بشكل جيد، واقف بيلعبوا بشكل جيد، واقفين بشكل جيد، ولكن هو بس الشق الهجومي كنا بعيدين جدا عن الشق الهجومي، لان ما كانش فيه عمق هجومي زي ما نجومنا في الاستوديو امبارح شرحوا لحضراتكم. لكن